واحد لابارتمون فيها 201 متر 201 متر البيع سونتر فيل ديال القنيطرة. هذا الصالون والسيجور. هاد لابارتمون كتجي في 5 ايطاج عندها تراس كتشوف الشارع. هذا الصالون كبير ما شاء الله. هذا السيجور. هذا لابارتمون جات في بلان سونتر ديال القنيطرة، 5 دقايق لاكار، 5 دقايق للواد، وسط الدار. يبغى يشري ويتبرع مرحبا. بطبيعة الحال هذه عمارة فيها بلاصة الباركينغ، ما فيهاش سكان بزاف، عمارة كالم فيها 3 شومبر. دخلوا شوفوا الشومبر الأول، هو هذا الشومبر بلاكلين ديالو، بلاكار ديالو هو هذا. نجيو لهنا كنلقاو الصالون الأول، لابارتمون مصلحة مزيان، معبدة كاملة، الموقع ديالها قريبة لكاع المتطلبات اليومية، قريبة للمارشي ديال السونترال، مارشي ديال الحوت، قريبة للكارفور، قريبة للواد، طريق مهدية حداها. هذا البيت الثاني تاهو عندو هاد البلاكار ديالو، ولا المساحة هو 201 بالتراس، تقريبا شي 50 متر غير في التراس. كاين هاد الصال دابا الثاني، هاد الحمام، نجي نشوفو البيت الثالث. هاد البيت هذا ما عندوش بلاكار، جوج البيوت الاخرين عندهم بلاكار ديالهم. البيوت والصالون كاملين كيشوفو جهة الشارع، كيطلعو على التراس. دابا نشوفو لاكويزين، كوزينة كبيرة معاودة كاملة مصلوحة، كوزين إيكيبي. ندخلو نشوفو التراس، كاين هاد الكريسة هنايا، هنا الشارع، هاد البنية ديالنا هنا مغطية، وعاد كاين هاد التراس هنا محلولة. اللي بغا يسكن ويتمتع ويتفرع، عندي دار زوينة، سونتر فيل. هنا كاينة هاد الدخلة هادي ديال التراس من جهة الصالون، يعني التراس عندها جوج دخلات. هنا كاين واحد الديباغة،
يبغى يجمع شي حاجه ديالو كاينه السقايه. طبيعة الحال كاينه بلاصه في الكراج، مكاينش سكان بزاف هاد العماره، تقريبا ثلاثه في الطابق، فيها شي 24 ابارتمون تقريبا. بغى يشوفها ولا يسقسي على شي حاجه ولا يستفسر يعيط لينا، حنا في الخدمه. الثمن ديال هاد لابارتمون هادي مبدئي هو 170 مليون، قابله شيئا ما للنقاش. السلام عليكم.